اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بحلقه جديده من الوك ثرو لدارك سولز 3 ذا رينج سيتي. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه. الماضيه قلت لكم بدنا نروح على الجسر جنب مدير، بس فعليا ذكرت انه في منطقه نسيت اروحها. خلينا نروح على السريع. دروب هون هون محل ما الهيرالدز راح تطلع. راح يكون عندك مونك بلفلف. احنا الحلقة الماضية طلعنا هون ورحنا على اليمين، عملنا الانفيجن وكملنا تحت. قلت لكم في كريستال ليزر وفي جنبها اثنين نايتس. بصراحة نسيت الموضوع، حاول اسحب النايت لهون. اثنين مش واحد. ممكن لو توقف هون انه ينتحر 100% بالضبط. يعني هاي اسهل طريقة عشان تقاتل تو نايت. وهذا انتحر كمان، ممتاز، انا كثير موافق. هون تحت المكان اللي مشينا فيه كانوا كلهم بيعملوا كيرس، متذكرين كان في ممر صغير، في ناس راح توقع علينا من فوق هون. ذيك الجهة ما في له صح؟ اي واحد. اتاكد انه ما في لوت هون. ما في لوت، اوكي. تمشي هون راح يكون عندك لاب الام بي سي، تاخذ كوفيتاس كولد رينج بلس 3 واحكي مع لاب، راح يحكي لك انه عم بدور على مونيومنت. سوري سي جست فور اوكي، فبس نلاقيه وراح نيجي نحكي له عنه. بس هو هذا المكان اللي نسيت اروحه. هلا ميك شور انك حامل شيلد، هذا الشيلد عليه فيري هاي ريزيستنس، فاير ريزيستنس، لانه ناكل فاير دامج احتمال كثير كبير. اوكي. متذكرين حكيت لكم في بازل كان لازم نحله، بدنا وايت برانش. البازل هاي احنا لو بنلعب اونلاين هون حتطلع مسج، المسج هاي بتحكي لك شو يور هيومانيتي. فاللي لازم تعمله تيجي هون، ما بتفرق كنت امبرد او لا، اقتل هذا اللوكاس. اوكي، مجرد ما تقتله تأكد انك واقف في المي في البركة، روح على الانفنتوري استخدم وايت برانش، يونج وايت برانش يوز ات. المفروض شكلك هاي شكل الهيومانيتي بالنسبة للجيم، فاطلع هون. احنا حاليا قاعدين بنعمله الكوست لاين تبع لاب الام بي سي. اوكي، امشي فوت لجوا. أبطأ من هيك لو سمحت. هاي هي الهيومانيتي بالنسبة للجيم. تيجي هون في سلم راح يفتح، وهيك تكون أمورنا تمام. تطلع السلم راح يكون في جوديكيتر وفي اثنين رينج نايتس. بحاول أقتل الجوديكيتر بالأول بأسرع وقت ممكن. اوكي، بف خليك على اليمين، خد على اليمين. اقول صوت شايفنا. اوكي، هلا النايتس
Bueno. اوكي الاول مات، الثاني راح يكون معه سبير. كنت تعال وينك قبل ما يروح البط. اوكي الثاني ما بده يطلع، او انا مش شايفه، انا مشهور وينه. تاخذ تايتانايت شنك، هاي وقعت من الجوتيكيتر فعليا. ايوه حاملين السبير اصعب اشي، حاملين السيف اسهل. في واحد راح يكون حامل دبل جريت سورد، هذلاك اسهل اسهلهم. اوكي بمجرد ما مات ما فيش داعي تقتله، كان اهم شيء الجوديكيتر. تيجي هون على الدرج، لاقي سلم بسن. اوكي شيون سول ايتم، وهذا المونيومنت اللي كان بدور عليه. لا لو تيجي هون ابسوليوشن، لو عملت اي سن بتشيلها. ديسوليوشن هاي بتشيل الهولو عنك ان كان شكلي اندد، فلو جيت مثلا عشان تعرف شو يعني الان هولو، اشلح الهيد بصير شكلك طبيعي. كل ما تموت بزيد الهولوينج عندك، فبالتالي بصير شكلك عندي. والاستخدام الثالث لهاد، في بوس موجود في المنطقة هاي، بس تقتله بإمكانك تيجي هون تعمل له ريفايف وتضلك تقتله. اوكي فهلا بدنا نروح عند لاب نحكي له انه لقينا المونيومنت. وين بنروح؟ نيجي هون نشيل الاخر. هذا تاخذ دراجون لورد شيل، هذا الشيل الصغير بينفخ فاير. دروب هون قتل الاخ، وامشي هون واحكي له انك لقيته. Speak of the Purging Monument. Thank you. اوكي هيك بنكون اولموست خلصنا الكوست لاين تبع لاب، وهلا بنكون جاهزين نروح على الجسر. هذا الحكي المفروض اعمله الحلقة الماضية. اوكي هلا الجسر في عندك تو سيف زونز. اول شيء بدك تركض، على اليمين بيكون في كهف وفي انمي راح يحاول يفشك، ولا بدك تعمله يا بتعمل دوج رول يعني، يا ما بتقتل الانمي وبتفوت على الاشي. والثانيه راح يكون في زي وقعه على الشمال. اوكي ايوه عم بصرخ، وانت بتبلش ركض. عشان هيك قلت لك بدك شيل قوي على الفاير هون جنب اللوت الدخله، وهذا راح يحاول يدفشك. هسه هو بقتله عنك، فوت لجوا تاخذ تايتانايت سكيل. استنى الفاير تروح نركض. دروب هون
هذا عامل حاله نايم، اقتله. اوكي كونه راح، فبتيجي تركضه. هلا اخر حبتين لوت اللي هي هاي. اوكي فجوا الى هناك في كريستال ليزر، لا تطلع عندها لهلا هلا لانه الارض راح تنكسر وحتروح عليك. انستيد تعال هون، فوت على اليمين راح تلاقي. لا حدا شايف كيف قاعد؟ اني كلوز بعطيك باتشز سكوات. اذا ما ميزت من الصوت مفروض من القاعدة او من الجستشر اللي اخذته تكتشف انه هذا باتشز فعليا. راح يحكي لك go this way. بلش كاتسين وباتشز كالعادة بتفشك، بسكر عليك الباب، بفوت معك عفايت وبتركك وبروح. باتشز every age it seems is tainted by the greed of men. Rubbish to one such as I, devoid of all worldly wants. للي ما بيعرف باتشز اللي لعب البيس جيم هو نفس الشخص اللي لما طلعنا التاور سكر علينا الباب، هو نفس الشخص اللي سرق دواعي الأونيون نايت وخلاه ورماه في البير. وهيو بيطلع هون، هو نفسه موجود في بلاد بورن، نفسه موجود في إلدن رينج، في دارك سولز 1. الكاركتر هذا دائما موجود، وظيفته يعمل مقالب في ال شو اسمه في اللاعب يعني. اوكي وقعك اول شيء غرفة فاضية، طلع الدرج راح توقع مرة ثانية. توقع هون ارجع لورا خذ مس الجيم، فوت هون جوا برضه غرفة فاضية، طلع لفوق امشي 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 امشي. هاي الغرفة فيها صندوق، الصندوق هذا عبارة عن ميميك. يا ريت نضرب الصندوق لو سمحت. اوكي حاول دائما نضرب الميميك قبل ما يصحى. تاخذ رينج اوف ذا ايفل اي بلس 3، هذا كل ما تقتل انمي بهيلك. احنا اوريدي انري اعطتنا اياه في البيس جيم. فوت هون، هاي الغرفة فيها 3 سكيلتونز، هاي الأول. طلع فوق، هاي الثاني. وهذا الثالث بيحب يعمل باري، فانتبهوا منه. اقتلهم. بس تطلع فوق، راح تلاقي الكريستال ليزر. اوكي، فرينكلين تايتانايت، تاخذ منها. لو بتكمل فوق راح ترجع البوابة، بس هي فعليا قلت لك ما تقتلها لانه راح تصير هيك، فان كيف صار معك هيك هلا بحكي لكم ايش تعمل. تيجي هون وريه مسكر في سكيلتون، راح يصير انفيجن. الانفيجن هذا راح يصير بغض النظر وقعت او ما وقعت. اوكي الغرفة هاي فيها تو سكيلتون. اوكي تاخذ لايتنينج جيم. انفيدر راح يكون قدامنا اني تايم ناو. هاي الغرفه فيها هذا السكيلتون فقط. سمبل جيم. إذا غلبك تاخذ بلايند فولد ماسك، إذا غلبك أنا بحكي لك شو بتعمل. هاي الغرفة برضه فيها سكيلتون.
اذا غلبك الام بي سي حسيت حالك مو قادر تقتله هون تركض لفوق اخر اشي، بعدين دروب هون استنزل هون، انت حتصير عند البوابه. فبامكانك تعمله تركض بهذا الاتجاه تخليه يطلع برا والدراغون راح يقتله. اوكي بس للمعلومات العامه، هذا اللود ترك لنا اياه باتشز، تاخذ لاب ارمر لاب ارمر ست، بعدين تعال دروب هون. اوكي جانا هاي الغرفه الفاضيه هون محل ما وقعنا فعليا، دروب هون طلعنا فوق، حتفوت على الغرفه اللي كان فيها ثلاث سكيلتونز شايف. هي هاي اوكي، بعدين تطلع لفوق. هلا فعليا هون انت عندك البون فاير، فانت بمجرد ما توصل عند يعني طلعت من الغرفه اللي فيها ثلاث سكيلتونز، هون كانت عندك الكريستال ليزرد، فاذا حكينا اذا بدك تقتلها وما قتلتهاش بسرعه الارض راح تنكسر تنزل تحت. فالاسهل انا برايي تيجي تطلع هون على البون فاير تعمل ريست وترجع بتقتلها، بنفس الوقت ما بكون صار الانفيجن. بون فاير ريست هون راح نقاتل مدير، حنقاتل مدير للمرة الأولى. اللي بدك تعمله كالآتي، ركزوا معي بدنا اللي بدنا نعمله. تركض راح يجي ينزل على الجسر هذا. أول سيف زون إلى هون، جوجي هون. مجرد ما الفاير تروح تركض. يجي وقف هون هون بالضبط، طول ما انت على هاي الزاوية ما راح يضربك لا بطير ولا بإيديه ولا بأي شيء. هون شايفين المكان، انت بدك تعمله بتضل تضربه ترجع على السيف زون تاعتك. اوكي بتضل تضربه تنزل هيلته بعدين راح يوقع. شايفين؟ ليكون في كروس بو مثلا بامكانك، كاستر بامكانك، شايفين المكان كثير ضيق وراح يلحقك وتندفش وتموت احمار كثير كبير، واذا فعليا انت ما ضربته هون ما راح تقدر تعمل ما راح تقدر تقتله، يعني لما تروح على الارينا تاعته ما راح تلاقيه. اوكي عاد اولموست دن. هلا الفكره انت راح تقتله هون تبا راح تعمل له شو اسمه راح تقدر تجيب كريتيكال عليه. كيف دفشني؟
لا لا، ايش هذا اللي عم بصير؟ ليش هيك؟ ليش هيك عم بصير؟ تبا. شايفين المكان اللي ممكن نقابله فيه كثير مختلف. أول مرة متت مس بوزيشنينج، ثاني مرة متت لحالي. بدك تعمل فير فايت جو اهيد. مرقني مرقني لو سمحت، لو سمحت مرقني. كمان 3-4 ضربات مثلا نكون خلصنا. والله بتحمل الشيت جاست ان كيس اكلت فاير دامج. Should be one more. لو نعصب ف should be one more. Okay. 100% تيجي هون تعطيك critical هيك بكون سقط. تفهم كيف قتلني ترى مرتين يا زلمة. تيجي هون تاخذ تايتانايت سكيل. هلا احنا راح نروح نقاتله فير، وهذا كثير صعب، مش لسبب الميكانيكس، صعب لانه هيلث قد الدنيا، هيلث كثير عالي. اوكي تيجي هون على الغرفة هاي هون هيدن وول. روبوت اوكي هاي هيدن وول، تاخذ ايتم سول ايتم كمان هيدن وول، تاخذ لايتنج ارو ميركل. من هون طلع الدرج تلاقي هاي بس الليزر، تاخذ تايتانايت سكيل. هون في عندك رينج، هذا الرينج عشان تاخذه تيجي تطلع المصعد
لا ما كانش لازم انزله، بس يلا اوكي. افتح هذا الباب، راح تكون عند البونفاير. اوكي ناخذ الرنجة، احنا حكينا ولا بتعرف الشغلة؟ لا خلاص خلينا ناخذ، بدي اخليها على الحلقة الجاي، لانه فايت مدير راح ياخذ وقت، راح ياخذ له لحاله بالراحة ربع ساعة، بدك تفوت من هذيك، راح ياخذ له ربع ساعة بالراحة، راح اخليه للحلقة اللي جاية. تطلع هون تمشي هون على الشمال، بتروح على مدير هون يمين، طلع تحت، في عندك دروب، عندك مان دروب، تاخذ فلورنتي رينج بلس 3 تيجي تلبسه على السريع. طبعا اذا بدك تسالني وين بلس 1 بلس 2، هذول المفروض تحصلهم في نيو جيم بلس 1 نيو جيم بلس 2، بس للمعلومات العامه. لو طلعت من هون راح تروح على بوس فايت هون، وبعديه على طول راح يكون الفاينل بوس. فحاليا بدي اجرب اقتل مدير، ان شاء الله هذا بنعمله في الحلقه اللي جاي. معي 87,000، ممكن اروح ارفع ليفل قبل ما اجرب. فلحد هون ان شاء الله تزبط معاكم التشيز تبعت مدير على الجسر. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب، لو عندكم اي جيم حابين اعملكم عليها وقت اكتبوا لي في الكومنتس، ونشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.